الوخس الهندي، نبات او عشبه وخس الهندي، نعم، او زنبق الذره، او تسمى عضه الشيطان. يوجد هذه النبات في المناطق الرطبه خاصه في الولايات المتحده وكندا، نعم. اما الاجزاء المستخدمه في علاج هو الجذور والرايزومات المجففه، نعم، اي سيقان النبات قصدي، رايزومات يعني، نعم. اما من الناحيه الطبيه فهو مفيد جدا لمعالجه التهاب البريتون، الصفاق، وايضا لمعالجه الربو والتهاب الرئه والصرع، نعم، وضغط الشرياني، نعم، وايضا مفيد لمعالجه الخانوق، الاطفال السعال، نعم، ومفيد لمعالجة هيربس، هيربس نطاقي، السل، حمى النفاسة، عرق النساء، حمى القرمزية، نعم، وأيضا الالتهابات والأورام والآلام في الأسنان، مفيد في هذه الحالة أيضا، نعم، وأيضا لمعالجة داء النقرس، نعم، كما يستخدم لمعالجة التهابات الفموية، الحنجرة واللزتين، وذلك عن طريق الغرغرة لهذه النبات، استعمال عن طريق الغرغرة، نعم. إن هذه النبات إذا تم أخذه لفترة طويلة قد تسبب التسمم، وأيضا تسمم شديد، في حالة التسمم الشديد تؤدي إلى الشلل والعمى، أو قد تؤدي إلى الموت، لذلك تحذير منه أن يستخدم لفترة قصيرة ولمقادير محددة، نعم، مقادير محددة للعلاج. وهكذا شرحت لكم فوائد الوخس الهندي أو عضة الشيطان تسمى، أو تسمى زنبق الذرة، نعم، وشكرا.